نعم خمس نجوم نورهم يسطع لا والبنات البنات اروع وانا قمرهم امشي بمرهم شحيرة جديدة ايه انت ايه يلا خدمة انا زوينة وماشي يعني انا بعشر رجال وسيدة اعمال ووضعي على العال واملك الفلة انا بنوش شوية شوية الكريم العجيب الكريم الغريب الذي يجدد خلايا البشرة ويمنحها نضارة وإشراق ويمنحك بشرة كبشرة الطفل أهلا وسهلا بكم أنا لا 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 أنا أول شو بكم بحطوا مثل أباوي خلاص واحدة واحدة منبلش بأول حرف أبجدي أمل أنا أول حرف خذوا عني ترداد يلا لا والله ما يعني لكن مليت من التلفزيون واخباره قلت ريح شويه ارتاح زين يعني اذا تبى ترتاح لا ترتاحني لاني انا بنام لكن اخبرك ما بنام عشان خاطرك ايش رايك نروح فوق السطح نجلس في الجو العليل الليله قمريه نسامر القمر انا وانت من سنين من بنين ما ياسين رباع انا وانت خلي رايك يعني ما حد في هبوب فوق هبوب ما علينا من الهبوب والكوس علينا من الهوى هواي وهواك خلي شغل عبد الحليم حافظ وانا اللي هوا هواي يلا خلص خلي
البنات حاسة باسترخاء عجيب. طبعا حبيبتي هذا جزء من مفعول الكريم. صح، الواحد يعيش ويجرب. بنات فكروا معي، بكرة بس نغسل وشنا ونشيل هالماسك اللي على وشنا ويشوفونا العالم منطير العقل وحلوين كتير. أصحكم تكشفوا السر وتقولوا تركيبتي، اخترعوا لكم شي قصة. فعليج احنا بنسكة الناس بنقول لهم هذي جمال رباني. اوكي حبتين بنقول لهم صرنا نتسبح مرة في الأسبوع. سكتي انتي نص بكي. استرخوا استرخوا. أقول لك حسينة جارتنا اسم على مسمى من ذاك الجمال والحالات، تقوم لك ما عارف من لعب عقلها وراحت لبنان. أو أنت بتسوي عملية تجميل هالخشم، الخشم كان غاوي ومفرش، جايتنا مفروش الخشم مجانينة تراها. بتتابع الموضة حسينة، متبحلق متشوف هناك ايش؟ أشوف شي ناقصنك عشان تسوينه بس. لا حبيبي لا، ما ناقصني شي ولله الحمد، أنا كاملة مكملة والكمال لله، ما فيني شي. هواها كما تشوفني حط، إذا ما تشوف خلي دوربين. لا 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 لا، في شي ناقصنك شي الحين بكتشفه بعد، الحين خلينا أفكر شوية. ما يحتاج، اللي ناقصني أنا بقول لك إياه. أنا الحمد لله نيت للعين عين غزال، ونيت للحقات هلال عيد، ونيت للخشم سيف، ونيت للأسنان لولي، حتى الشفايف غزل بنات. ايش تبى أكثر من كذي؟ اي بس يا خسارة يا خسارة، ناقص شيء ناقص خسارة. الطول مطاولت انك زين. لا لا ابوي لا، ناقصنك العقل. انت صحيح زوينة بس العقل ما زين، يعني كيها شوية. يعني انا مجانينة؟ ما قصدي يعني، العقل زين ترى بعد. بنات احنا بنقعد كذي لمتى متى؟ اسألي صاحبة الكريم العجيب متى متى؟ يا جماعة انا كسرت ظهري وانا قاعدة وبقوم بغسل وجهي. انا بعد بقوم وياك هلا. يخرب بيتكم من حالكم، شو بصلتكم محروقة على عيونكم. استنوا لك استنوا لحتى يتغلغل الكريم لمسامات الجلد مشان يعطيكم نتيجة احسن. شو بكم؟ الله يهدوش بس تغلغل في جلدنا لما قول بس. أيمة ايه تصطفلي، بكرة اذا بقع وشك لا تقولي رولا انا مالي علاقة. لا 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 كوني مباطحة. ها استرخوا استرخوا. خلاص انا زعلانة عليك حمدان، عيب اني توصفني اني ما عندي عقل. يا زوين الله يهديك، انا ما قصدي كذاك، انت الكمال كله والكمال لله سبحانه وتعالى. انت العقل، انت الجمال، انت عقلك كبير كبر البحر. الله صح الله لسانك، كذاك ابغاك عشان لا تخليني اقول عنك مره ثانيه ما تعرف تتغزل. الغزل عفا عليك، الغزل كله عندي. الغزل انا شاعر بقربك يا جميل. حكيت قول قول، هات من ذا الشعر الزين. ايش اقول؟ قول قول كلام شاعري من القلب، قول كما قال هيسمى هذا اللي ما ذيك سنين عنتر حال عبلي وقيس حال ليلى وجميل حال بثينة عشان نصبح حكاية عاشقين حمدان وزويني. أقول في هذا الجو الحر والرطوبة، هاي أصلا جو ما شاعري ما يحب الشاعرية. إحنا نجمل الجو ونخليه شاعري، ما هو يقيل نحن نروح له، وبعدين هو إذا ما بطاعها يروح لنا إحنا نقيله بس. بس عاد لا تطمعين، بس يكفي عاد، بس تغزلت وشعرت وايد فيك بس عاد. قول والله انت حمدان ترك ما كذا كذا. هاي حالكم انتو الحري، تراكم انتو معروفين، عندكم كتاب معلق قدام وكتاب معلق ورا، اللي ورا في حسنات نحن الرجال واللي قدام في سيئاته. انتو ما تشوفوا على اللي ورا، تشوفوا على اللي قدام، عشان كي دائما احنا في نظركم غلطانين. هاي حالتكم انتو الحري، ما يترس عينكم شيء. بنات ملال، هنطلع لنا سالفة نسولف فيها ولا نلعب شاي؟ لا انا اقترح ان احنا نسترخي وننام وايد احسن. انا ما اقدر انام يا بنات وانا بهالحالة. انا بصراحة رايي من راي خولو، خلي نسولف نضحك، اللي عندها نكتة تقول قصة اي شيء. برافو عليكي، بما انك متحمسة كتير انتي والست خولة
طلعي لك شي فيلوسة سيلفليني نينا ياها. تفضلي. لحظة 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 حبيبتي، غني الأغنية اللي دايما تغنيها وايد أحبها. فكري يلا. يلا. هلا باللي الفانية، هلا بال على الدقات قلبي في غيابه. يلا هلا بالبعد والشوق يا بال. أيوة. علم الله قلبي. أيوة. ما صخابه عشو امشو استرخاء. يلا بنات لازم اشوف تأثير هالكريم على غيري قبل اشوفه على نفسي، يعني اخاف يصير فيني شيء وانا انسانة حساسة مثل ما انتو تعرفون. وانا خايفة يغمى علي من شكلي الجديد. ليش بتطلع عند جينيفر أبل مثلا؟ غسل وشك يا قمر بالصابون والحجر، وينك يا قمر؟ ستي بوضيك. بنات اصحكن واحدة منكن تقوم تغسل وشها. ليش؟ لك شو ليش؟ لانه انا التركيبة اللي عملت لكن ياها ما بصير تغسل وشكن قبل 24 ساعة، وإلا بصير في مضاعفات للكريم انا ماني مسؤولة عنه. 24 ساعة يا ظالمة؟ ليش يعني؟ ليش ما قلتينا قبل شو ما حطينا هالكريم؟ الله يهدوك. بس نزرع يعني على السرير نزرع؟ والله حبيبتي انا قلت لك انا ماني مسؤولة، ما دخلني. يا جماعة باكر عندي اختبار في الجامعة، وعقب الاختبار عندي مقابلة حق شغل. يا وقتها هادي الحين هالكريم؟ ألا الله يوفقك. حاش تعصبي، بخاف الاسترس يعمل مضاعفات عجيبة غريبة للكريم. قلت لك أنا ماني مسؤولة. ها لا والله حرام عليك حرام عليك، باكر عندنا دوامات، شلون نروح؟ صدقي هالحين شو نسوي بدواماتنا؟ تصدقون بنا أول مرة بحياتي أتمنى أكون شيخو. حبتين على بركة الله. أتوقع كذا انحلت المشكلة. أي انحلت المشكلة؟ كيف أروح الإذاعة وكذي؟ شنو يعني؟ عادي ما فيها شيء، كلها 24 ساعة بس. وما هاجتنا البراقة يفتنني. خلاص بتري 24 ساعة نروح. الله يعدي 24 ساعة على خير. صدقي حتى اللي راجعت حق الاختبار نسيته. والله بصراحة خولة اللي حظها طلع من نصيبها ما بدها وما بتروح الدوام، بس أنا الدكتور لازم لازم أصر إني أروح المستشفى. بس انت علي تشوفيني حلوة؟ حلوة حتى رسمة الكحل شخاطها اليوم عجل. زي سويتي عشان الزوم يروح على العين. ايه صدقين. على فكرة أنا اتصلت حق عمي محمد بدل ما ينع عمي حمدان عشان ما يحس بشي. هنا شوفولي هيك مني. لا وايد ستايل وايد حلوة، خلت شذي. رولا نقاب وترينينج ما يصير. لك العين تطرقكم انتو التنتين، لسه ما خلصت، بس عم قلكم شوفولي هيك مني. انت خلاص عاد يا جماعة لا تحسسون يا بنات، خلكم عاد شفيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. خير؟ ايش هناك؟ جيتي وركبتي على طول؟ يا اختي هاي محجوز. انا بدفع لك اكثر. المسألة ما مسألة فلوس، هاي محجوز حل بات اللي انت طلعت من عندنا الحين. بس خالي ترى ما في احد بالبيت الحين، كلهم راحوا. معقولة؟ من اللي وصلهم؟ انا اللي وصلهم كل يوم. انزين اريدك الحين توصلني للصالون انا لوحدي. لك عمو حمدان ما عرفتني، لك انا رولا. رولا؟ ليش مسوية بعمرك؟ عمو حمدان لانه انا حاطه كريم على وشي وما لازم اتعرض للشمس. زين يلا على ام عتاز مسكينه. انت القرضيه غلطانه بيتك معيبه، خلا وديش هناك الحاره اذا يعرفوش، ولا ودي الشرطه هناك يعرفوش. انت مضيعينش حيالك.
أنا جاية السلام عليكم، يحبتي أعطونا من ما يعطيكم بيت مكة يوديكم قرنقش عيونه. إيه طلابة، ومن قال ليش إن أنا هامورة وأعطي سيري بيوت الهوامير هناك المرقة المخلية عند الباب وتعالي غرفي، أما أنا ما حيلتي بشي، ما عندي شيء، أنا اللعومة ما عندي شيء. كيف ما عندي شيء وانت ما شاء الله لا اله الا الله تبارك الرحمن عندك الرصيد في البنك وعندك توين فيلا وعندك مزرعه وعندك في البنك 200,000 ريال؟ لا غلطانه، ما 200,000، 205 بس. شي ما تخبري حد، هذه جاية ما عرفها كل تاريخي وقاريه السي في مالي، الشي ما عندي حد يسمعك، ما عندي شيء. اللي سالش عني ازوينه وماشينه قولي ما عندها شيء، فقيره مسكينه بس هي ماشينه، يلا توكلي على الله. سيري كيف ما عندي شيء؟ ما بتعطيني شيء؟ ما عندي شيء حالك، الله يخليك روحي توكلي على الله. يلا بيتكم ساعديني. الله يساعد. ما عندي اساعد حد، الله يخليك روحي، لا يكون حد بعد منزلين هني يدور هناك في الحاره، انا خلي اضم عمري انخش عن حد يجي يطلبني. اعطيني الله يخليش تبنيني تسكنيني. انا اتبناش مو فتحة ما لقيها انا ولا هيش، وبعدين ما يسد لنا القرضيه هاي بناوتي اللي اربيها في البيت يا ابو اصرف عليهم، بعد اصرف عليش انت؟ لا والله ما حيتي شيء، ما اقدر. طول عمرش زوينه وشينه وكذا. ها ما دام كذا حي بنتي شيخ و يا حبيبي يا سيد الطبيعه ترجع الكحل من الاخر. لا لا زيوا ربحتك كثير. وفديته طح على شوني، هذا حتى لحم ما تشاف مفعول الكريم عقب ال 24 ساعة. ألا ألا خير يا جاسم؟ قعدت حاجيش لما منعوش من دخول القاعة. كيف خذتي تصريح دخول من العميد؟ خليت اندار طرد. طيب لحظة لحظة، تصدقي أنا عشانش طلعت على طول من الاختبار، 10 أسئلة ما قدرت أحلها. إيش تبيني أسوي لك؟ أرجع أحل أسئلتك؟ لا لا ما قصدي، بس على الأقل سوي لي اعتبار. أوف ليش بتفرر؟ أنا واحدة مستعجلة وعندي مقابلة. بعد عم أيوة هون أمهندم. قولي على أنتي هي شو جابها هلا؟ إيش فيه؟ إيش صاير؟ ما في شي ما في شي أمهندم، أمشي أمشي لقدام أمشي. ايش في؟ ايش السالفة؟ ما في شي عمو ما في شي. ليش يعني؟ لاني لابسه نقاب مثلا؟ ايه ليش؟ اكيد بتقولي ان انت مالك خوص وما ادري ايش، لكن الفضول قهرني. ليش انت مسوي كذاك؟ داود نعم، بعد شوي بدخل غرفه العمليات مع الدكتور، يعني لازم اسوي دبل احتياط، فعشان كذا انا لابسه النقاب، فهمت يا ذكي؟ سوي ليش دبل؟ ليش؟ بصراحه لان بعد يعني عندي H1N1. لحظة عادي ما كل شيء H1N1 يعني، شو المشكلة؟ طبعا من شروط الوظيفة انك ما تكوني منقبة، عارفة هذا الشيء؟ اي طبعا راح اشيله. طيب ليش ما تشيليه من الحين؟ مو مشكلة راح اشيله، بس اول شيء توظفوني صح؟ ايه لازم نشوفك، لأن وظيفتك بتكون في الواجهة. نظرة شرعية مثلاً؟ هي بس اللي مذكور في السيرة الذاتية إنك مو متزوجة. لا 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 عاد طبعاً أنا لو أقول لك اللي ياو خطبوني يتعدون فوق 40 شخص. 40 شخص؟ وكلهم هذول ما شافوا شكلك؟ لا طبعاً، بس في إشاعة تقول إن أنا أشابه أليسا. أليسا مرة واحدة؟ أهم شيء عندنا الإنتاج يخليك ربي. وانا قد الانتاج بس وظفوني. وسامحها نسيت ما خليت الموبايل على صامت. خذي راحتك. الو امو لا تجوني.
تفضل حبيبتي. انت وينك؟ صج جايتني؟ خلاص حبيبتي. ايش فيك؟ لا تحاتين حبيبتي، انا مسيطره على الوضع، مستحيل اخلي احد يشوف وجهي. ايش فيك؟ لا حبيبتي يرفع عليك، انا خاشه وي بالنقاب. طبعا طمني حبيبتي. اوكي يلا باي. هذا وجهك ولا تقليد؟ لا لا هاي مكياج. الله يسلمك، انا كنت مسويه تقشير بشره وكذي، بعدين هذا كله يروح عادي. اي تقشير بشره واي بطيخ، اذا انت ما عارفه تصفد المكياج عدل يا تتوظفي معنا هني. لا والله راح الزباين يا راعت الاهي. اذا مو عجبتك الاهي اقول لك اوه وتوظفني. اقول لك نقط الباب، طلع برا، يلا برا. شو هالاشكال اللي فينا؟ والضب ضب مكحل بعد. هذه هي اختي، شوفي ما شاء الله كيف قاعده، شوف الايمان، شوف النور اللي يشع منها، ما شاء الله. ولا رابع العدويه، الله يخليش اختي، هذه اللي ابغاها زوجتي. ها وزع عليها؟ لا ما بزعلها، والحين انا بروح ولا توصيني، ترى اعرف شغلي، بروح وبرجع لك، انتظرني زين. الله يخليك. تبارك الرحمن، بسم الله، وش هالزين انت آلاء؟ ماما ما شاء الله عليك، شلون عرفتيني؟ صدقين انا ما عرفتك. ان شاء الله بتعرفيني وبتعرفيني وايد. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد، اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. وش هالزين. على وضو على وضو. وانت ايش رايك بالموضوع يا آلاء؟ والله ما ادري شو اقول لك عمي. آلاء انت دائما تقولين الجاس الخوش انسان وان انت ترتاحين له وايد. انا ما انكر اني ارتاح له، بس مو معناته سيدي اوافق عليه، ترى هذا زواج ومستقبل. كلامه صحيح، نعم، والمفروض بعد ان اهلها يعرفون، هذا هو الاصول طبعا. زين الحين هذه ما مشكله، لما تجي اخت الولد ايش نقول لها احنا لما تجي تزورنا في البيت؟ نقولها ان بتشاور اهلها، والشور طبعا اولا واخيرا اهلها. زين عمي بعد مو تنسى ان انا للحين ادرس وحتى هو يدرس، يعني من بيصرف علينا؟ لا خلي عنك هالسوالف وطلعين اعذار مني ومني، مو سالفه هذه. سووا الملكة الحين وان شاء الله لو خلصتوا الدراسه سووا العرس والزواج. لا 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 ما معك يا عمي، ما معك صراحه، كلامها مضبوط وصحيح، ان المفروض انها تشاور اهلها وتاخذ رايهم، وبعدين اذا في نصيب بياخذها، كل شيء بالنصيب. كيفكم؟ لحظة تعال. أنا الحين بعرف هذه سالفة النقاب، هذه ما داخلة بعدها في راسي، شو السالفة؟ بصراحة عمو حمدان، قولي الصراحة. إيه؟ قولي لا إيه رح أقول. عمو حمدان بصراحة أنا جبت للبنات ولألي كريم للاعتناء بالبشرة، وما لازم نغسل وشنا أو نطلع بالشمس حتى تمر 24 ساعة. عشان كي لابسات النقاب؟ خالي حمدان صدقني ان شاء الله بس تصير الساعة 10 وبتطلع نتيجة الكريم، صدقني بتستانس. وخالي كانت هي اصلا تبينا نعطي زوينة منا شوي عشان نحط هي بعد. عمو حمدان يعني انت بجوز بينك وبين حالك تفكر انه هاي الاشياء كتير سخيفة اللي عم نعملها، يعني كونك رجال ما حتهتم لهالامور، بس بالنسبة لنا نحنا يعني ضحينا كتير لحتى نحصل على لوك جديد. اي والله يا عمي حمدان لو تعرف كثر ضحينا اليوم. ما بعرف شيء البر، نقاب ما نقاب. لا مع السلامة خالي. مع السلامة الله وياك. باي باي. مع السلامة. بسرعة بنات عشان نجهز روحنا حق اخت جاسم. يلا بسرعة. لو سمحتوا شباب لو سمحتوا لو سمحتوا. هلا الله يخليكم، وين بيت حمدان؟ حمدان سايق. اي نعم هو. قالوا هناك على اليمين. بس انت ايش بغيتي منه؟ ما صح ان سؤالك غريب، وانت وش دخلك؟ يعني قلنا من باب المعرفة يعني.
أما بشر أقول لك تحرك تحرك روح. أنت بس الحرم أنا كل شيء تبى تسأل. قيتها غريبة وقاني شعور إنه في شيء وقلت استفسر. رميش هذا رميش تعال. أيوة كمال. أيوة وليد. أقول لك الحرم حوش أي بيتكم؟ هذا هو رماني ما في معلوم. وضح سؤالك. أقول لك وضح سؤالك. أنت مريض. أنت شيف ما تعرف تسأل مرة ثانية. أقول لك الحرم حوش أي بيتكم؟ والله شوف أنت نفر أيار خربوتي أنت مال خربوتي. شوف أنت زين منك هالمرة أنت اللي حطتنا فيها. تحرك تحرك. أوف يا ربي بصراحة أنا مليت من الحالة اللي أنا فيها. أنت لو قايلة لنا أنها الكريم يبيلة 24 ساعة إذا حطينا في وجهنا حش علي ما حطيت في وجهي. خسرتيني اختباراتي محاضراتي ووظيفك تبحصلها. أوه علينا شو بتنقوا لك يقطع الساعة اللي عملت معكم خير تضربوا بكسمكم. ما عاد فيك تطولي بالك شوي. هدي وروقي. بكرة شوفي بس تطلع نتيجة وشك اللي بتاخد العقل بدك تصيري مثل القمر. لك أنا متأكدة إنه دكتور الجامعة رح ينشحك بالمحاضرات ورح يخليك تحضري الدروس ورح ترجع لك الوظيفة. غيره شو بدك بس طولي بالك. وجاسم واخته شلون أقابلهم؟ مثل ما قابلتيهم بالجامعة شلون أقابلهم؟ حبيبتي قابلتهم في الجامعة علي برقع هناك. بعد حطوا في بالك إنه في شباب أوريدي موجودين. المرة بتيني البيت بتقابلني ألبس لها برقع. نعم يا ربي عاد غايتهم الطلابة حد وراش جاي بعد ما عندي فلوس ما حيلتي شيء مو باغية. يلا خطفي في ماله. لحظة خير أنا ما طلابة أنا أخت جاسم. إيه أنت أخت جاسم ونوبة. نعم. زوينة وماشينة وأخت الذيب. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. لفي كذاك شوية ها بعد غيرها لفي بس سدش أكيد بنتش من شقارتش ومن جمالش من عيونش. ابدا ما حد يشبهني غير وحده وتوفت الله يرحمها والعمر لي ان شاء الله والبقاء والدوام لله. ديانا ابو ماتت تشبهني وانا يسموني في الحاره ام دقتين بس ما حد يشابهني غيرها. ما شاء الله بس بنتش زميله اخوي في الجامعه. ما عندي بنات ما جايبه بنات ومنها ابو زميله اخوش في الجامعه. الاء الاء فديتات هذه ما ببلادنا حليلها بالجوار يعني شقيقه زين مو باغت لها هي الاء. اكيد هي بنت زوجك عقب ذا ما كانت بنتك. لا ولا بناوتي ها وكانت بيها شليها انا بعطيش المهر. بس انا اللي فهمته عقب ان انت بمثابه ولي امرها. هو ما وليت امرها انا يعني لكن ممكن اكون في شيء خبريني مو تحت راسي. هذه حاله اروح المستشفى ودوامي الرسمي اتهرب من المرضى والممرضين واتخبى بين الزقيق اللي في المستشفى. هذه حاله عيل انا شو اقول الوجه الاعلامي الجميل اروح الاذاعه كذي. هيا خبريني ها كيف تستوي خبرشنا في الشارع. انت على الاقل قولي لي تفضلي عشان اخبرش داخل. صح انت خلت تفضلي داخل. احسنتي يا راجل بذي الحرمة حقيها يميت روح بشمال أقولها تيس قول لي حلبو دو مو فيها شيخو حليها وزينة ولونها قرضية قصيرة لكن زينة حرمة بيت وبعدين طايحة في كبدي أحسن أفتك منها. والله نحاول أقنعها. زينة أختي عاد ما قلتي لي يعني كيف على شوري زينة شيخو تاخذيها هي الأقربون أولى بالمعروف منطق محلك ذهام ترباية صح. اي نعم مو تبي لذيك يعني هي أنا ماني. شوفي أنا بروح لهم وين ما يكون بوصل لهم أهم شيء إني أسوي اللي يرضى أخوي. وبعدين شوفي عليها هي ساكنة مع بنات ما شاء الله عليهم كلهم حشمة أدب وأخلاق. قال لي أخوي كذاك حشبي وأدب. نعم وأخلاق. نعم الله يبارك. كل واحدة لسانها يلوطان ذانها منين أسميها واخدوا عاد الحرمة. عفوا قلتي شيء؟ اقول انا يعني لو تاخذي بشوري احسن لش وتزوجي اخوش وحده زينه. انا اختار لش الجمال والدلال كما باغيه بدنا ما مشكله لكن ما ذي خذي غيرها هذه ما حشمي. كيف بس انا البنت جلست معاها وتكلمت معاها مع النقاب تشوفيها كلها اخلاق كلها ادب كلها حشمه ما شاء الله عليها.
هالنقاب اقول لك البنت سفور ماشي على الموضه هي ورباعتها ما شمنا ذا الكلام فهميني انا. ايه تو سالت كرمن انتن؟ انا الا وانا الروله وانا املو وانا خوله. وحال ايش كذاك متنقبات؟ ليش متنكرات؟ اكيد تحت راسك سواء. خبرني ايش تحت الراس؟ انتي الالاو ايش تحت راسك؟ خبريني في ديتك لا يكون تبى تخدعي الحرمه عشان تاخذي اخوها زور. لا في ديتك بس الظهر ان المواضيع اختبصت مع بعضها البعض بعدين اقول ايش السالفه. تفهميني ما تفهميني انا بتول الحين تخبريني قدامها. كريم كريم بس حطينا في وجهنا كريم وهذا الكريم المفروض احنا ما نشيله عن وجهنا اذا شلناه عن وجهنا وجهنا يبقع ويخترب بس احنا شلناه واخترب وجهنا يا اختك. ما عليش منهن لا ياكلوا عقلش يلحسون لحد ليه هذيل بياتي خدعنش ما قلتلش ما محتاج مات وكلهن على الموضه سفور. هذا الموضوع انا بخبر اخوي جاسم عنه هو بروحه يقرر منقبات ولا غير منقبات مرقعات ولا غير مرقعات متغشيات ولا غير متغشيات بروحه يقرر. بالنسبه حق اخوك جاسم في بدايه عمرك روحي قولي له يعني تقول لك الاء هي للحين طالبه بالجامعه وقدامها وقت وايد على ما تخلص دراستها وبيفكر في الموضوع وماني مستعيله على الزواج. قولي حال اخوش لا هي حراس ايش تبيلها اقول لك خذي الجاهز المنتج الوطني احسن وافضل وجمال ودلال وبعدين ما بتكلفه قصيره وحتى مقاسات ثياب من قسم الاطفال محلات البيبي شوب والمادر كير فايش على قياس هي ما بتكلفه ساكنه هني. مشكوره احسنتي ما قصرتي ما يبى هو غير الاء. شيخه واش يا اخو تعالي بسرعه. يا ربي تو هذا مو زال غنش مو حار غنش وش فعل بعمرش؟ حبيبتي ما يهمش انتي ما يهمش من ذا الشكل هي حلوة قبيلة متصفتة لكن هذا قبل التشحيم قبل التزييد لكن شوفيها بعد القلو هذي كلاب حلوة؟ فمان لا قلو قلو لا اوه شفيت زعلانة يعني اللي صار ما يزعل يعني قصدك على موضوع جاسم شفيت حبيبتي لا يكون انت كنتي صدق تبينه بصراحة جاسم مجتهد وشاطر واذا ضاع مني خسارة وليش تقولين عنه كذي عقب الفضيحة اللي صارت تلقينا بيوافق بعد لا والله وليش ما يوافق ان شاء الله ترى الشرشورة لا حبيبتي كان زين الشرشورة كلش في يد اخته والشرشورها اهي الله يسامحك خالتي زوينة كلها من تحت راسها اصلا زوينة ما لها خص في الموضوع اللي سوى سالفة هذه كلها كريم رولا. بنات عملت لكم خلطة كريم هالمرة بتشل الكلب رح يختاروكم كل واحدة منكم ملكة جمال عم بلدها شو رأيكم؟ معنا